لطيفة أحرار ممثلة مسرحية لها فلسفة إبداع خاصة تتمحور حول تقريب المسرح للمواطن، فاتخذت مع مسرحيين آخرين من حاويات تخزين البضائع مسرحاً يحتضن عروضاً متنوعة ومميزة بعيداً عن الركح التقليدي والفضاءات المغلقة. الحاوية والكونتن آخت هذا يعني كونسيبت جديد في العالم العربي، وهو من أجل خلق ثقافة القرب وخلق أيضاً فضاء فني متعدد، لأننا كنشتغلوا داخل الكونتن آخت الحاوية، خارجها وهو مسرح الشارع، وأيضاً فوق الكونتن آخت كي يصبح منصة من منصات الموسيقى، والداخل كنعملوا سواء فنون العرض الحية، مسرح، رقص، بالي، أو تجارب يعني لتقديم أفلام سواء اللي كيشوفوا أو الناس يعني اللي ما عندهمش البصر. في سابقة إبداعية هي الأولى من نوعها في عالم الحركة المسرحية في الوطن العربي، فتحت الحاويات أبوابها لاستقطاب جمهور متعطش لرؤية أبي الفنون في حلة إبداعية جديدة، جمهور يعيش حراكا كبيرا خاصة خلال الظرفية الحالية. فضاء حميمي، فضاء قريب من الناس، قريب من نبض الشارع، وقريب خصوصا في هذه اللحظة التي يعيش فيها الشارع العربي واحد الحراك، حراك سياسي، حراك شعبي، حراك اجتماعي. تجربة مسرحية استقطبت عدة أعمال من مختلف أنحاء العالم لفرق مسرحية مرت عبر المغرب، عبور شكل شعار المسرح في الحاوية كنت مارا من هنا. الحاويات هذه حملت المسرح إلى جمهور متعطش لعروض أبو الفنون في المغرب بعد فترة وصفتها الأوساط الثقافية بالمجدية على صعيد تنشيط الأعمال الفنية والإبداعية في المملكة. مشروع حاويات المسرح فن من نوع خاص أثار استحسان فئات عريضة من المجتمع المغربي. الحقيقة استمتعت بهذا العرض وجها لوجه داخل هذه الحاوية، هي بمثابة متعة أكثر من لذة، لأن المتعة تستمر واللذة لحظية. المسرح في هذا الفضاء جميل، شعبي، يحقق تواصل أكثر، يحقق متعة أدبية وأخلاقية وإنسانية أكثر، مزيد من المسرح لكي يتراجع الألم. ملي جيت لهذا المسرح واعر، ما عمري ما شفت بحاله، ما كرهتش تبقى هنا حتى نكبر. حاويات الفن أصغر فضاء مسرحي جاء ليحرك المياه الراكدة داخل الساحة الإبداعية، وخاصة المسرحية التي آلت أوضاعها إلى الركود والجمود والابتذال على مستوى الحركة المسرحية في المغرب. لبرنامج اليوم على الحرة، فاطمة البكاري، الرباط. Ce n'est donc qu'une question de croyance, ni plus ni moins. Oui, c'est ça. De la croyance, oui. Tu peux mettre ta main dans le feu sans sentir les brûlures. Vous mangez...